سلطان ناس. ما تدري ايش كنت مشتاق لسلطان. اسال الله يوم العوافي. حتى انت يا مليك، صراحه انا اشتاق لكم كثير وما ارتاح الا عندك. ما قلت لي كيف قدرت تهرب من حصار البيت؟ استغليت فرح المدام وقلت حكايه السفر. ويا شلون مفرحه ان شاء الله؟ جبت لها شغاله على كيف كيفها. شغاله؟ الحين زوجتك فرحانه مشان شغاله؟ صدق ان زوجتك فاضيه. افا يا مليكه، ترى ما ارضاها منك هذه بعد، تراها زوجتي وام عيالي. معلش انا اسفه يا ممدوح. يا سلام، كل الراحه الاقيها عندك يا مليكه وفي بيتك. انت غير تعال عندي وانا عليا اتفرغ لراحتك حبيبه ديالي. الله، حتى حبيبه ديالي هذه توحشني كثير. اقول ممدوح، الولد خير؟ وش في الولد؟ الولد مو مسجل باسمك ومن دون اوراق، يعني لمتى راح يفضل كذا؟ يا مليكه، انت تعرفين ان انا ما عندي تصريح بالزواج من الاجنبيه، والموضوع هذا يبغى له واسطه. يعني هذا انا قاعد ادور. الناس يقولوا ان الموضوع بالنسبه لواحد مثلك وعنده ولد كثير سهل، بس انت ليش تماطل؟ جينا للنكد. لا لا خلاص، لا تزعل نفسك، بس لا تنسى الموضوع، خليه في بالك. ولا يهمك، انت بس اعطيني فرصه وما يصير خاطرك الا طيب. ان شاء الله أبطلع الولد هوية وبيصير باسمي وبطلع له جواز، وحتى انت بعد بتروحين تسافرين المغرب تزورين اهلك وترجعين ان شاء الله. يا ليت، ما تتصورش قديش توحشت اهلي، توحشتهم بزاف.